بينضم لي في هذه اللحظات معالي الوزير نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامر فاروق. طبعا برحب بحضرتك في البدايه، وزي ما بنوجه الشكر طبعا بنوجه الشكر ليكم على الاختيار المميز بالنسبه للحفلات. الفقرات كمان نجوم هتكون متواجده في حفل مدينه نصر، بما اننا طبعا متواجدين في مدينه نصر، لكن الامور في الثلاث فروع حاجه رائعه جدا. عامر بيه بنحييكم على كده. عامر بيه، اول حاجه بشكركم وبشكر قناه النادي الاهلي ان موجوده الحقيقه وعامله تغطيه رائعه الحقيقه في الثلاث افرع، حقيقة يمكن اداء مميز. بشكر كل العاملين في قناه النادي الاهلي على الاداء الطيب دوت، وبشكر الحقيقه اداره النادي ومديرين الافرع ومدير عام النادي ومدير الامن الحقيقه، لان الناس كلها الحقيقه باذله مجهود كبير، وكل العاملين الحقيقه اللي بيشتغلوا بقالهم 3 ايام ولسه هيشتغلوا كمان بعد الحفله ما تنتهي عشان اعاده الترتيب الملف تاني لوضعه الطبيعي، فبنشكرهم الحقيقه. ويمكن رساله من الكابتن محمود الخطيب لكل اعضاء النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله دايما بخير يا رب وبصحه طيبه يا رب العالمين، والخير دايما لبلدنا ولمصر دايما يا رب العالمين. وبشكركم، ويمكن احنا موجودين في مدينه نصر، وكنت حابب اقول انه يمكن المؤتمر اللي اعلنه الكابتن محمود الخطيب من 3 اسابيع قبل سفره الحقيقه للعلاج، ويمكن وضح فيه كم الانشاءات اللي المفروض ان شاء الله تبقى الفتره الجايه موجوده في الافرع كلها. يمكن احنا بدانا على طول تاني يوم، ويمكن كنا بادئين قبل المؤتمر بيوم ب 24 ساعه، وكانت دي الحقيقه تنسيق مع الكابتن محمود ان هو كان طالب دوت الحقيقه ان احنا نبدا قبل المؤتمر بيوم عشان نبتدي نفعل الشغل على طول. اعتقد الحمد لله يمكن فرع مدينه نصر النهارده في منطقتين كاملين بنشتغل عليهم بالكامل. فرع زايد ان شاء الله باذن الله خلال 10 ايام او 15 يوم بالكثير ان شاء الله يبتدي المبنى الاجتماعي هناك، يبتدي يتحط الاساسات بتاعته ونبتدي نشتغل على كده. اعتقد الحمد لله نفس قصه فرع الجزيره شغالين على مستوى طيب باذن الله رب العالمين، فان شاء الله كده يكون خير يا رب دايما للنادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي. ان شاء الله تمنياتي بالشفاء العاجل وعوده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. لسه يمكن طالعين من عدد من البطولات عامر بيه، طبعا ده بيتطلب تنظيم امنيا كمان بالنسبه لمجلس الاداره، وان نشوف حفلات في الثلاث فروع بالعدد الكبير ده مجهود يحسب لمجلس الاداره، وايضا كمان يحسب لكل العاملين في اللجان المنظمه للبطوله واللجان كمان العامله في النادي الاهلي. طبعا اكيد، يمكن برضو كان التصور من البدايه انه برنامج عائله الاهلي فيه العديد من الملفات الكثيره جدا اللي بدات تتفعل، بدا كمان اللجان بتشتغل النهارده كلها اعضاء النادي الاهلي، نسبه الشباب فيها 50% والمراه 20%، يعني بتمثل كلها قيادات جديده للنادي الاهلي باذن الله على مستوى كل اللجان. اعتقد دي يمكن رؤيه كانت طيبه الحقيقه من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود، والحمد لله احنا بدانا نشتغل على طول من اول يوم، وان شاء الله اللي جاي احسن، والناس هتحس يمكن خلال الشهرين الجايين والثلاث شهور. يمكن انا كنت لسه وقبل ما نطلع هوا يمكن بتلقى تليفون ان مرسى مطروح هناك الحمد لله المعسكر بتاعنا في مرسى مطروح جاهز لاستقبال كل وفود النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بشكل طيب ومميز جدا المره دي ان شاء الله. فاعتقد الحمد لله يمكن التنسيق في الافرع كلها في الشغل كله، حتى التطوير الخطط اللي هتعلن الفترة الجاية، يمكن احنا بنشتغل وبنبتدي نجهز حاجاتنا وبعدين بنبتدي نعلن. حتى الرعاية بتاعت النادي الاهلي الحمد لله تم طرح الكراسات الشروط بشكل طيب، وان شاء الله يكون في يعني رقم مفاجئ بشكل طيب جدا لاعضاء وجماهير النادي الاهلي، بس الفضائي للنادي الاهلي بشكل جيد. يعني اعتقد الحمد لله جميع الملفات، ادارات التسويق شغالة عندنا على مستوى طيب الفترة الجاية برضو، كل الحاجات دي الحمد لله كانت تتطلب الحقيقة مجهود كبير. اعتقد الحمد لله مجلس الإدارة كله بيشتغل الحقيقة، ما فيش واحد بيأثر، الناس كلها بتشتغل تيم وورك واحد، بنشتغل مع بعض ما فيش فروق ما بين واحد والتاني، كله بيشتغل الحقيقه في تنسيق كامل مع الكابتن محمود الحقيقه، وعلى اتصال دايم. يمكن اخرها امبارح بالليل بنتكلم الاخبار ايه، الدنيا ايه، عايز يطمن على الحفله، يطمن على الناس، الامور ماشيه بشكل كويس، عايز الناس تتبسط. الناس يعني الراجل الحقيقه حابب يعمل حاجه الحقيقه لاعضاء وجماهير النادي الاهلي، وهو يستاهل كل خير باذن الله، وان شاء الله يجي ينور مصر ويجي ينور كرسي رئيس مجلس النادي الاهلي ان شاء الله. كمان الدور المجتمعي المعروف على النادي الاهلي والدوره، طبعا دوره السفارات الرائعه اللي ان شاء الله شفنا، يمكن هنشوف تنظيم مميز جدا كالعاده، عايزين نتكلم عليه لان ده دور كنا مفتقدينه على ما اعتقد عامر بيه الفتره اللي فاتت. والله احنا بنتحرك في كل الملفات زي ما يمكن البرنامج بتاع النادي الاهلي، يمكن قبليها يمكن اول مره في انتخابات يبقى في برنامج محدد بخطط زمنيه في العديد من الملفات. بدانا بدوري السفارات، بدانا كمان بالمؤسسه النادي الاهلي الخيريه اللي بدات تنسق اوراقها وتترتب اوراقها الفتره الجايه. اعتقد الملفات كلها شغاله على فكره،
بشكل قوي جدا وبشكل ممكن يكون مفاجئ لناس كتير جدا، ان كل الملفات دي بتتحرك، عدد كبير من الاجتماعات بتتعمل، مجالس ادارات، مكاتب تنفيذيه، قناه النادي الاهلي بشكلها اللي ان شاء الله يتطور الفتره الجايه، وخلال فتره قريبه نشوف استوديوهات جميله كمان، ويمكن امور تبقى طيبه جدا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله بالتوفيق ليكم يا رب، والناس تستمتع النهارده بالحفله. يمكن حفله بقى لنا 8 سنين او 9 سنين ما فيش حفلات في النادي الاهلي، يمكن من فتره الثوره قامت والدنيا والظروف الامنيه، وبعد كده يمكن كان في شويه انشاءات وشغل في النادي الاهلي وهكذا. يمكن احنا بنعود تاني لحفلات الربيع، يمكن النادي الاهلي كان مميز بطبيعه الحال في حفلات الربيع، ام كلثوم غنت فيها، ورده نجات، ناس كتير الحقيقه، فنانين كبار، محمد منير، تامر، شيرين، كل ناس كتير الحقيقه على المستويات الكتيره الفتره اللي فاتت. يمكن النهارده يمكن بنعود تاني بعد غياب 9 سنين لحفلات الربيع، وبنوعدكم بحفله طيبه جدا المره الجايه كمان بشكل اكبر، ببرنامج اكبر. احنا كنا بنجرب النهارده يمكن برنامج من 3 فقرات وعلى مستوى 3 افرع، ان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله رب العالمين. ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين يا رب العالمين ودايما بخير. ومره ثانيه بشكر قناه النادي الاهلي على مجهودها الرائع وعلى رجالتها الحياه اللي بذلوا النهارده مجهود كبير جدا. اشكركم يا فندم، شكرا يا فندم.